أول سؤال معانا من أم رقية من القليوبية. أم رقية، السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل أنا سنة عايزة وأنت أسأل، طيبة. وأنت طيب؟ كل سنة وأنت جاهزة طيب. لرمضان ولا لسه؟ إن شاء الله بإذن الله. يلا ربنا يبارك فيك، اتفضلي. ربنا يخليك. ما عرفش حضرتك، أنا عايزة أسأل بس سؤالين. السؤال الأولاني، أنا جوزي ولد وحيد على بنت واحدة، يعني ولد وبنت. ولما جت كنت قاعدة لوحدي، في كنت قاعدة ساكنة لوحدي. لما قاعدة لما كنت دلوقتي لما بنتها اتجوزت بقت قاعدة، بقت مقيمة معايا في قلب البيت اللي أنا قاعدة فيه. فكل حاجة، أي حاجة، يعني انت أي ساكنه دلوقتي مشكلة كانك أو أي ساكنه في بيت عيله، كانك ساكنه في بيت عيله، واختي جوزك ساكنه دلوقتي في نفس لا البيت مش في نفس لا الشقه. حماتي أخت جوزي اتجوزت. طيب يعني يعني حماتك ساكنه معاكي في نفس الشقه ولا في نفس البيت؟ في نفس الشقة. ما هي و يعني هو ما فيش الا هو واحد بس، واد واحد اللي هو جوزي. طيب بس في اي معاملة بتعامل معاها فيها، بتحس ان انا بتلكك لها، او ان انا بيبقى سوء ظن مني ليها، مع ان انا مش ببقى حاطة سوء الظن من طيب ناحيتها في اي حاجة. طب فين السؤال بقى مرقاي؟ ما انا عشان انا نفسيتي عايزه انت تخليها ان هي ما تسيئش الظن فيكي. اه طيب السؤال التاني. والسؤال التاني، انا جوزي بيبقى طول النهار بره، بيقعد مثلا الساعه اللي هو بيجي بعد بعد الشغل الشغل بياكل وبيخش اوضه النوم عشان مثلا ينام. انما يعني كل ما اجي اتكلم معاه في حاجه انا تعبان، حتى لدرجه ان انا قلت له انا خايفه على نفسي ان انا اعمل حاجه غلط ببعدك عني. طيب فاول انا انك اجاوب على تتكلم. حضرتك، اجاوب على حضرتك في السؤالين. السؤال الاولاني، اكتر حاجه ممكن تملكي قلب حماتك بيها هو ان انت دايما تحسسيها بان وجودها مش تقيل عليكي، ده اول حاجه. ازاي يعني تحسسيها؟ ادفع بالتي هي احسن. يعني ايه اللي حاصل؟ والله منورانا يا حماتي، لما تيجي تبتدي في الاكل ابتدي بيها، لما تبتدي في الشرب ابتدي بيها، هي ساعتها هتحس ان ماذا؟ ان انت مش هي مش تقيله عليكي. اكيد انت عملت موقف، ما تقوليش حضرتك ان انت، هي حاسه بطبيعه ان هي جايه وقاعده معاكم وكده، هي حاسه ان انت مش واخده راحتك، حسسيها ان هي في بيتها. لما يحصل ده انت كمان هترتاحي، لان واضح ان مساله وجود حماتك معاكي في بيت في البيت ده امر منتهي. امر منتهي ليه؟ لان جوزك، انت قلت شويه معلومات احنا لازم نراعيها في الفتوى، ان جوزك هو الوحيد بتاعها على بنتين او على البنات. فايه اللي حاصل؟ فهم اعتبروا ان الام تذهب عند ابنها هو ده الحل، لان لو ما ذهبتش عند ابنها هتذهب عند مين؟ هتذهب عند جواز بناتها اللي هو الراجل الغريب. لكن هي دلوقتي عايشه مع الراجل القريب اللي هو مين؟ اللي هو زوجك. فتعملي ايه؟ اعملي الكلام ده اول حاجه. الامر التاني ان انت كلميها. طول ما انت سايباها تفكر انت بتعملي ايه، كلميها، خليها، خديها واحده صاحبتك بتانسك وتنسيها، فده شيء مهم جدا. الامر التالت ان انت دايما ادعي لها، دايما كده ادعي لها امامها. ليه؟ طيب لان الواحد لما يلاقي حد بيدعي له، ربنا يديك الصحه، ربنا يخليكي لينا، قلبه يبرد. يبقى التلات حاجات دول مهمين. اما بقى مساله جوزك انت لازم تقعدي معاه، واذا كان هو ما ينفعش لو سمحتي تعالوا انتوا الاثنين على مركز الارشاد الزواجي، لازم تقعدوا مع بعض كل يوم وتتكلموا. يا ستي خليها كل يومين بس، انتوا لازم تقعدوا وتتكلموا. المشكله هي ايه؟ ان هو خايف ان هو يقعد معاكي تشكيله من امه، او خايف ان يقعد معاكي تكلميه عن المشكلات الماليه، او خايف يقعد معاكي. فانت طمنيه، قولي له احنا عايزين نقعد مع بعض كده نتسامر يا سيدي، انا والله مشتاق ان انا اتكلم معاك، الكلام ده مهم. هتقولي لي طب انت ما تقول له كلمه، ما هو مش هو اللي سالني، انت اللي سالاني اعمل ايه؟ ما ينفعش اكلمك وبعد ايه اللي يحصل فاوغر صدرك على زوجك اللي هو في الحقيقه ممكن هو يكون بيشتغل شغلانه واتنين فهو جاي على الاخر. لكن لو حس ان انت هتخففي قعدتك، هتخفف عنه، هيحب قعدتك، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يبارك. وتعالوا ادعي لكم ان ربنا سبحانه وتعالى يوفقك في اللي انت هتعمليه ده،
ويفتح عليكم ابواب الرحمه وابواب السعاده، وان شاء الله الايام دي مفترجه، وقد يكون النفحه اللي انت هتتلقيها ان ربنا يشرح قلب حماتك، وكمان يشرح قلب كمان ايه وصدر جوزك ان شاء الله.